في جريمة جديدة تضاف لسلسلة انتهاكاتها السابقة في طرابلس، جددت ميليشيات حفتر قصفها العشوائي على الأحياء السكنية، ما نتج عنه سقوط 3 قتلى من بينهم طفل وامرأة، إضافة إلى عدد من الجرحى. سلسلة الانتهاكات بدأت بعد مقتل طفل وإصابة شقيقته وطفلين آخرين نتيجة قذائف أطلقتها ميليشيات حفتر سقطت على منازلهم بطريق السور وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وفي عين زارة أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي الأحرار مقتل المواطن نعمان أبو غوفة جراء إصابته بشظية سقطت قرب منزله بمنطقة عين زارة. وبعد ساعات من وصولها لمستشفى الخضرة أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي بوفاة المواطنة فاطمة بخريس متأثرة بجراحها بعد أن أصيبت جراء القذائف التي أسقطتها ميليشيات حفتر على منزلها بالحي الدبلوماسي الأربعاء. ميليشيات حفتر جددت أيضا قصفها العشوائي على محيط معطارم عيتيقا الدولي بصواريخ غراد ما تسبب في تضرر منزل أحد المواطنين بالمنطقة المحيطة بالمطار ما أدى إلى احتراقه. هذا وقد رصدت منظمة التضامن الحقوقية قبل أيام في إحصائية لها سقوط 43 طفل في الأشهر 3 للعام الحالي بسبب قصف ميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس. من جهتها عبرت منظمة اليونيسف في ليبيا عن حزنها العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل الأطفال وآخرهم طفل في 9 من عمره وجرح آخرين من أفراد أسرته في منطقة عين زارة. ورغم الإدانات المحلية والدولية لجرائم حفتر التي ترتكب يوميا في حق المدنيين لا سيما القصف العشوائي الذي يعتبره كثيرون متعمدا من ميليشيات حفتر على سكان العاصمة ردا على هزائمهم، إلا أن هذه الميليشيات ما زالت تستمر في انتهاكاتها دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.